انتقال الضوء من مصدر. أهداف الدرس: 1. معرفة مصادر الضوء. 2. معرفة كيفية انتقال الضوء من مصدر. 3. استقصاء كيفية رؤية الأشياء. 4. استخدام الملاحظة والقياس لاختبار التنبؤات وإيجاد الروابط. مفردات التعلم: مصدر ضوء، الأشعة الضوئية، الجسم ينعكس. مصدر الضوء هو المكان الذي يصدر منه الضوء. تعتبر الشمس المصدر الرئيسي للضوء على سطح الأرض. تتعدد مصادر الضوء حولنا: مصادر الضوء، مصادر طبيعية، ومصادر صناعية. مصادر طبيعية مثل البرق والشمس والنار. مصادر صناعية مثل شمعة، مصباح، فانوس. كيف ينتقل الضوء؟ نشاط 4.1 ألف. الأدوات: 1. مصباح يدوي ببطاريات. 2. خزانة مظلمة. الخطوات: 1. سلط ضوء المصباح اليدوي داخل الخزانة، ماذا تلاحظ؟ ينتشر ضوء المصباح على جدارها. 2. راقب الضوء، هل الضوء يصدر من المصباح اليدوي أم ينتقل إليه؟ ينتقل الضوء من المصباح إلى الخزانة. الاستنتاج: 1. المصباح اليدوي هو مصدر الضوء. 2. ينتقل الضوء من المصدر الضوئي إلى الأجسام. ينتقل الضوء من المصباح اليدوي على شكل حزم ضوئية وفي خطوط مستقيمة. هذه الحزم الضوئية تعرف بالأشعة الضوئية. كيف نرى الأجسام؟ نشاط 4.1ب. الأدوات: صندوق كبير ذو غطاء مصنوع من الورق المقوى. مصباح يدوي ببطاريات. جسم صغير مثل قطعة نقود معدنية. مقص. الخطوات: 1. قص ثقبين في غطاء الصندوق بحيث يكون أحد الثقبين كبيرا بما يكفي لدخول المصباح اليدوي، ويكون الثقب الآخر كبيرا بما يكفي لترى من خلاله. 2. ضع جسما صغيرا، قطعة نقود معدنية، داخل الصندوق وضع الغطاء على الصندوق. 3. غطي ثقب المصباح اليدوي بيدك. 4. تنبأ بما إذا كنت ستتمكن من رؤية الجسم الصغير. لن أرى قطعة النقود. سلط ضوء المصباح اليدوي وضعه في الثقب المخصص له في الصندوق. 6. تنبأ بما إذا كنت ستتمكن الآن من رؤية الجسم الصغير. أرى قطعة النقود. الاستنتاج: ينتقل الضوء من مصدر الضوء إلى الجسم، ثم ينعكس عن الجسم إلى أعيننا. هذه هي الطريقة التي نرى بها الأشياء. الضوء ضروري لكي تحدث الرؤية. إعداد الطالبة سلفانا عادل جابر، صف 5 ثالث، إشراف أستاذة إسلام فوزي، مدرسة عائشة بنت أبي بكر.